بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مستر منتصر علي، وإن شاء الله درس جديد لميدل ون، ودرسنا بعنوان The Atomic Structure of Matter. درس لذيذ وعايز تركيز شوية، هيفيدك فيما بعد. ده مرتبط معاك أولى وتانية وتالتة ويمكن ثانوي لحد ما تخلص، لو أنت هتخش في مجال الساينس يعني. فدرس لذيذ ونركز فيه مع بعض. هناخد منه الجزء الأولاني إن شاء الله ونشوف عن إيه. أولا elements، العناصر. إحنا نعرف من زمان إن عدد العناصر 118 elements، في 118 عنصر. دول حبة منهم ليهم symbol، يعني بدل ما أكتب هيدروجين لا برمز لها برمز هيليوم بريليوم وهكذا. مبدئيا أنت عليك الرموز بتاعة العناصر، تحفظ كل واحد بالرمز بتاعه. ده المفروض كان سؤال ايه بيجي في الامتحان، يجيب لك الرمز يقول لك ده رمز ايه، او يجيب لك الاسم وانت ايه تكتب الرمز بتاعه السيمبول بتاعه. الارقام دي حاجة اسمها اتوميك نمبر، هنعرفها بعد شوية. دي عليك اول 20، اول 20 عنصر تحفظهم اساميهم بالاتوميك نمبر بتاعهم، وهنفهم مع بعض ايه الاتوميك نمبر. مبدئيا كده الرمز، مثلا واحد اسمه محمد احمد بدل او حمادة حمو، بجيب حاجة من اسمه عشان ايه ارمز له. فانا عندي كده برضو، عندي مثلا هيدروجين، تفتكر لما اجي اعمل لها رمز هرمز لها بحرف ايه ولا ايه؟ هيدروجين هتبقى H، الهيدروجين H. طب هيليوم تفتكر هيدروجين أولها في اسمها أولها H، والهيليوم أوله H، هل هرمز له H برضو؟ ما ينفعش، لأن لو قلت ده H وده H طبعا أعرفهم من بعض إزاي، فبعمله HE، دي كلمة هيليوم أولها HE. طيب والأتوميك نمبر بتاع الهيدروجين 1 وبتاع الهيليوم 2، طيب ده الهيدروجين والهيليوم، خلي بالك منه. انا حاول الاول اجيب لك الحاجات اللي شبه بعضها عشان ايه دي اللي بتغلطوا فيها في الامتحانات، فركز عليهم الاول والباقيين هيبقوا سهلين من اساميهم يعني. ليثيوم ال اي ده من اسمه، بريليوم بي اي، بورون بي، الحاجة اللي فيها الاي جبت الاي معاها، ما فيهاش اي بعدها جبت الايه الحرف الاولاني بس. طيب نيتروجين تفتكر رمزه N. طب نيون بعد ال N في E، فجبت N E، يبقى النيتروجين غاز النيتروجين N، والنيون ده برضو غاز بس ايه غاز خامل نيون. طب صوديوم عاملها بنفس اللون ليه؟ هي فيها N لما فيهاش N، لكن رمزها في N N E، وده بيديلك كتير الصوديوم، ده دي تفاعلات لها حاجات كتير. طب جا منين ال N A مع ان اسمه مفهوش N A؟ وهتلاقي كمان البوتاسيوم برضو ما فيهاش حرف ال B. K طب ليه؟ قالك في بعض الاسماء مش جاية من الانجليش نيم، يعني ده الاسم الانجليش صوديوم بوتاسيوم، لكن جاي أساميهم من حاجة اسمها لاتين نيم، يعني أساميهم اللاتيني. كان زمان بتوع الكيمياء كده بيكتبوا زي بالشفرة، يعني هما بس ايه اللي يعرفوا اللاتيني لأن بقت لغة قديمة، فكان بيكتبوا العناصر بتاعتهم بالشفرة لاتين عشان محدش يعرفها. فمالهم بقى ايه العناصر كترت، فقالك ايه نخلي الأسماء اللي مش عارفين نجيبها نخليها باللاتيني. فعشان كده ايه في اسماء جاية من اصل لاتيني، ناتريوم اللي هو الصوديوم ان ايه، كاليوم كي. هنخلي بالنا ده ايه محل سؤال، ليه بعض الاسماء مش جاية من اسمها بيكون لاتيل فروم لاتين نيم. طيب كربون بقى، كربون يبقى رمزه سي. طيب كلورين، واحد يقول لي سي اتش، لا سي ال كلورين. طب كالسيوم
خلي بالك من كالسيوم وكبر. كالسيوم CA، كبر بقى CU. خلي بالنا الأربعة دول اللي فيهم حرف C، كربون C، كلورين CL، كالسيوم CA، ده يعني أول حرفين. كبر هي اللي CU، مختلفة شوية، ما فيهاش U بس اسمها CU. طيب سيليكون وسلفر، سيليكون SI وسلفر S. والسلفر ساعات تلاقيها BH وساعات تلاقيها مكتوبة بالF في الكتب الجديدة والحديثة اللي على النت، يعني بيكتبها بالF. طيب دول العناصر، هنقولهم على ايه مع بعض بقى. هيدروجين H1، هيليوم HE2، ليثيوم Li3، بريليوم Be4، بورون B5، كربون C6، نيتروجين N7، أكسجين O8، فلورين F9، نيون NE10، صوديوم NA11، مغنيسيوم MG12، ألمنيوم AL13، سيليكون SI14، فوسفرس B15، سلفر S16، كلورين CL17، أرجون AR18، بوتاسيوم K19، كالسيوم CA20، في برومين BR، أيودين I، زنك ZN، أيرن الحديد FE، خلي بالك منه، ليد PP، كبر CU، سيلفر AG، ميركوري HG، وجولد AU. معلش يمكن في الأول صعب، حاول تمرن نفسك عليهم كده، مرة تخبي الرموز ومرة تخبي الأسماء وتشوف نفسك إيه هتجيب قد إيه، وكل مرة هتلاقي النتيجة أحسن إن شاء الله. طيب some elements have two letters as a symbol، ليه بعض العناصر ليها لما أجي بعملها السيمبل بتاعها بكتب حرفين، يعني مثلا زي الهيدروجين بعمل H، طب الهيليوم ليه عملت HE، ليه عملتها حرفين؟ أنا لسه قايل إن عندي 118 elements، 118 عنصر. طب عدد حروف الإنجليزي 118 حرف؟ لأ، فما ينفعش كل واحد أعمله حرف، لازم حاجات هتبقى متشابهة، فالمتشابه بعمل له حرف تاني عشان أميزهم عن بعض. يبقى ليه في حرفين؟ بيقول the first letter is common with other elements، لأن أول حرف هيبقى متشابه مع عناصر تانية زي الكبر CU، الكربون C، فأنا عملت U دي عشان أفرق الكبر عن الكربون، عن الكالسيوم اللي هو CA، عن الكلورين اللي هو CL، فهكذا. يبقى ليه في حرفين because the first letter is common with other elements. طيب أتوم بقى، الأتوم زي ما جسم الإنسان في سل خلية، أظهر حاجة بجسمك هي الخلية، ربنا بنات من خلية وبتتكاثر لحد ما يوصل للجسم كله، فأنا عندي أصغر حاجة في أي مادة أتوم، أي إليمنتس أي عنصر أصغر حاجة فيه هي أتوم. عشان كده بقولك إيه، تعرفها the fundamental building unit of matter، fundamental building unit of matter يعني وحدة بناء المادة، أو تعريف تاني the smallest individual unit of matter which you can share in chemical reaction. هي أتوم دي هناخد لها تلات تعريف. هنا تعرفها the smallest individual unit، أصغر وحدة، which you can share in chemical reaction، اللي ممكن تخش في تفاعل كيميائي. طيب scientists found that atoms consist of، هل الأتوم دي جواها حاجة؟ ده ما انت خدت كده في الابتدائي السيل كان جواها حاجات، فالأتوم دي بقى لقوا فيها جواها حاجات، فهنقسمها لاتنين، نيوكلس النواة، النيوكلس النواة اي النواة اللي جوه، وفي الكترون بيلف حواليها، الكترونز، ودي شحنتها نيجاتيف. طيب هل النيوكلس دي فاضية؟ لا مش فاضية، في حاجات جواها، في جسيمات جواها، بروتون شحنتها بوزيتيف، بوزيتيف بروتون بي بي، بوزيتيف بروتون، وفي نيوترال نيوترون
يعني ده شحنة متعادلة، ولا منه بوزيتيف ولا منه نيجاتيف، ده متعادل ولا ده ولا ده. فعندي بوزيتيف جوه اسمه بروتون وفي نيجاتيف بره الكترون. فانا ايه العلماء بيقسموها لاتنين، يعني لو جات لك نقطتين ما تكتبليش التلاتة دول بروتون نيوترون والكترون، دول الشحنات او دول الجسيمات. لا، انا اقسمها لجزئين، نيوتلس على بعضها بما فيها الاتنين دول نيوترون وبروتون، والالكترون اللي بيلف حواليها. اعمل زي شكل المجموعة الشمسية، زي ما الشمس في النص كده والبلانتس ايه روتيت اراوند ذا سان، ادي كده الالكترون روتيت اراوند ذا نيوكلس، بتلف حوالين ايه النيوكلس. طب ليه بقى؟ لو جيت اقارن ما بين النيوكلس والالكترون، ذا نيوكلس ذا سنترال كور اوف ذا اتوم، النيوكلس دي في السنتر في مركز الاتوم. لكن الالكترون زي ريفولف ان اوربيتس اراوند ذا نيوكلس، بتلف في مدارات حوالين النيوكلس. النيوكلس consists of بروتون اند نيوترون، النيوكلس دي مش حاجة فاضية، جواها شحنتين بروتون بوزيتيف ونيوترون نيوترال متعادل. النيوكلس بقى carries positive charge، يعني شحنتها بوزيتيف. طب هي مش فيها اتنين، واحدة بوزيتيف وواحدة نيوترال. نيوترال يعني كأن شحنتها زيرو متعادلة ملهاش شحنة. فلو جيت حطيتهم مع بعض جمعتهم مع بعض كشحنات، هلاقي ان ايه شحنة البوزيتيف هي اللي هتكسب. زي ما قولك ايه 5 بلس 0 يطلع 5، فهي دي الشحنة اللي سايدة هي البوزيتيف دي جوه النيوكلس. طب الالكترون زيرو تشارج از نيجاتيف، الالكترون اللي بيلف بره بيبقى نيجاتيف. خلي بقى من اللي جايه دي بقى، عشان ايه هناخد حاجه مرتبطه بيها. It has most of the mass of the atom، فيها معظم كتلة المادة، زي المجموعة الشمسية بالظبط، زي ما الصن كده كتلتها أكبر من كل الكواكب اللي بتلف حواليها. فنيوتلس دي الماس بتاعها كتلتها أكبر من كتلة الإلكترونات بكتير، يعني دي مهملة، كتلة الإلكترونات دي بالنسبة لها تبقى مهملة. Their mass are small، يعني كأنها مفيش حاجة خفيفة أوي. يبقى الماس بتاع النيوكلاس او الماس اوف ذا اتوم is concentrated in the nucleus، متمركزه في النيوكلاس. لو عطينا من البروتون والنيوترون مكانهم فين؟ مكانهم في النيوكلاس، ده شحنته بوزيتيف وده نيوترال. البروتون بوزيتيف تشارج والنيوترون نيوترال، يعني كاري نو تشارج، ما فيش شحنات فيه. والاتنين exist in the nucleus، و the mass of proton almost equal that of neutron، الماس بتاع البروتون قد الماس بتاع النيوترون، كماس ككتلة مش كشحنة. كشحنة ده positive وده neutral متعادل مفهوش، لكن ككتلة الاتنين كتلتهم قد بعض. Today the protons and the neutrons contain most of the mass of the atom، الاتنين مع بعض بيكونوا معظم كتلة النواة أو كتلة الذرة سوري اللي هي الأتوم، لأن قلنا الـ mass of electron is very small، كتلة الإلكترونات قليلة أوي، زي ما كتلة الأرض بالنسبة للشمس حاجة لا تذكر، يعني 1% من الشمس، كل الكواكب تعمل 1%، فده كده كتلة الإلكترونات تمثل مثلا 1%، يبقى إيه كتلتها ضعيفة أوي ما تتحسبش. طيب بص بقى، احنا قلنا علينا حفظ من 1 ل 20، نحفظ الاتوميك نمبر. ايه الاتوميك نمبر ده؟ ساعات بيجيب لك سيمبل كده او اكسجين، ويبقى فيه رقمين، في رقم تحت وفي رقم فوق، رقم تحت ورقم فوق. ان ايه اللي هو الصوديوم، في تحت وفي فوق، اللي تحت ده هتلاقيه دايما صغير اصغر من اللي فوق. ايه اللي تحت ده بقى؟ اسمه اتوميك نمبر، اتوميك نمبر. واللي فوق اسمه ماس نمبر، دايما بيبقى اكبر. طب ايه الاتوميك نمبر ده وايه الماس نمبر؟ اتوميك نمبر از ذا نمبر اوف بروتون ان ذا اتوم، يعني ان الاتوم بتاع الاكسجين دي عندها 8 بروتون اللي هو شحنته بوزيتيف، وفي نفس الوقت عندها 8 الكترون، لأن عدد البروتون اللي جوه قد عدد الإلكترون اللي بيلف حواليها،
تاني. اتوميك نمبر الرقم اللي تحت ده 8، معناها ان عنده 8 بروتون و 8 الكترون. البوزيتيف قد النيجاتيف عشان الذره تبقى متعادله كهربيا، ما يبقاش في حد ازيد من حد. فالبروتون قد الالكترون، البروتون اللي جوه الاتوم وشحنته بوزيتيف قد الالكترون اللي بيلف حواليها وشحنته نيجاتيف كعدد. طب ماس نمبر الرقم اللي فوق ده ذا سام اوف بروتون اند نيوترون. هو المفروض لما اجي بجمع او اجيب الماس بجمع كل المكونات بروتون ونيوترون والكترون. طب هنا ليه قال لي بروتون ونيوترون بس؟ لان احنا قلنا ان الالكترون شحنتها الماس بتاعها، الالكترون الماس بتاعه ضعيف قليل فمش هيتحسب. بمعنى كده ان عايز اجيب بقى قول لي كام بروتون وكم الكترون وكم نيوترون. البروتون بجيبه من الاتوميك نمبر اللي تحت يبقى 8، والالكترون نفس عدد البروتون يبقى 8. طب النيوترون اجيبه ازاي؟ احنا بنقول الرقم اللي فوق اللي هو 60 ده ماس نمبر، يعني مجموع البروتون والنيوترون كل اللي جوه النيوكلس. طب انا البروتون ب 8، طب اجيب النيوترون ازاي؟ هعمل دول ماينس بعض، 60 ماينس 8 عشان يديني النيوترون. يبقى البروتون 8 والالكترون 8 زيها. طب النيوترون هجيبه منين؟ ان اعمل دول ماينس بعض، 60 ماينس 8 يطلع 8 برضو. خلي بالك مش لازم كل اتوم تطلع بنفس التلاتة زي بعض، هتختلف من واحدة لواحدة. طيب يعني مثلا النيتروجين ان 7 الاتوميك نمبر 7 والماس نمبر 14، هات لي التلاتة بقى بتوعهم. نيتروجين 7 ده الاتوميك نمبر، قلنا الاتوميك نمبر هو نفس عدد البروتون. هنا طالب بروتون، نمبر بروتون، يبقى هيبقى 7 زيه. طيب ماس نمبر، عدد كتلي، فين الكتلة؟ فين الرقم اللي فوق؟ اللي فوق تقيل، فهو ده الماس نمبر. طب النيوترون بعمل ايه؟ بعمل دول ماينس بعض، يبقى انا عندي اتوميك نمبر 7 نمبر بروتون 7، ولو طلب الالكترون هو نفس البروتون 7 زيه. ماس نمبر هو الرقم اللي فوق، نمبر اوف نيوترون ان انا بعمل دول ماينس بعض، الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر، ماس نمبر اللي فوق ماينس الاتوميك نمبر يطلع 7 برضه. طيب صوديوم بقى ده 11 ده الايه اسمه ايه اتوميك نمبر، واللي فوق ماس نمبر. طب طلع لي بقى الحاجات بتاعته. اتوميك نمبر اللي تحت يبقى 11، نمبر اوف بروتون زيه 11، الماس نمبر هو فين؟ 14 دي جبتها منين؟ الرقم اللي فوق، يبقى ماس نمبر الرقم اللي فوق 23. نمبر اوف نيوترون بعمل دول ماينس بعض يطلع 12. في حاجه دي، ولو طلب الالكترون هيبقوا كام؟ هيبقوا 11. يبقى في ثلاث حاجات بيطلعوا نفس الرقم اللي تحت، اتوميك نمبر او بروتون او الكترون، شغال على الرقم اللي تحت ده كتير. اللي فوق ده هحتاجه فقط لما يطلب ماس نمبر هكتبه، وبحتاج لما اعمله ماينس مع الاتوميك نمبر اللي تحت ده عشان اجيب النيوترون. لكن كل شغلنا على اللي تحت ده، ال 11 اللي تحت ده. طيب give reason the atom or an atom is electrically neutral، ليه الذره متعادله كهربيا؟ قلنا فيها بوزيتيف بروتون وفيها نيجاتيف الكترون، وعددهم بيبقى ايه؟ هل فيهم واحد اكبر من التاني؟ لا، البروتون لازم يبقى نفس عدد الالكترون. يبقى بيكون ذا نمبر اوف بروتونز ايكوال ذا نمبر اوف الكترون. إجابة بقى اطول وادق، يعني ممكن يقول لك ذا نمبر اوف بوزيتيف بروتونز ذات از ان ذا نيوكلس ايكوال ذا نمبر اوف نيجاتيف الكترونز ذات ريفولف اراوند ذا نيوكلس. ده إجابة ايه؟ ما يختلفش عليها اتنين بقى، دي مختصرة شوية عشان تقول له عدد البوزيتيف بروتون اللي انسايد ذا نيوكلس اللي جوه النيوكلس ايكوال ذا نمبر اوف الكترون
نيجاتيف الكترون that revolve around the nucleus اللي بتلف حوالين النيوكليس. طيب the mass number is always larger than atomic number. ليه الرقم اللي فوق دايما اكبر من الرقم اللي تحت؟ هو الرقم اللي تحت الاتوميك نمبر ده بيعرفنا عدد مين؟ بروتون. طب اللي فوق ده ايه؟ هو مجموع البروتون مع مين؟ مع النيوترون، فلازم يطلع اكبر لانه مجموع حاجتين مع بعض، لكن الاتوميك نمبر ده حاجه واحده فيهم بس اللي هو البروتون. يا بتقول the mass number equal the sum of proton and the neutron but atomic number equal number of proton only، لكن الاتوميك نمبر هو عدد البروتون بس. طيب نتمرن كده على اللي احنا قلناه بقى، عايزين سرعة في الأداء وناس تحسب وتخلي بالها. اتوميك نمبر يبقى فين؟ اللي فوق ولا تحت؟ اللي تحت. يبقى كام؟ 1. نمبر اوف بروتون هو اللي تحت يبقى 1. ماس نمبر اللي فوق، خلي بالك ماس التقيل يبقى اللي فوق، يبقى ده 1. طب نمبر اوف نيوترون اجيبه ازاي؟ بعمل الاتنين دول ماينس بعض. طب 1 ماينس 1 0، ودي الذرة الوحيدة الهيدروجين اللي ما فيهاش نيوترون، خلي بالك دي ما فيهاش نيوترون. طيب كالسيوم اتوميك نمبر يبقى اللي تحت 20. نمبر البروتون هو اللي تحت 20. طب ماس نمبر التقيل يبقى اللي فوق 40. طب نمبر اوف نيوترون بعملهم ماينس بعض يطلع 20. ماجنيسيوم ام جي اتوميك نمبر اللي تحت 12، والبروتون 12 اللي تحت، ماس نمبر اللي فوق 24. نمبر اوف نيوترون اعملهم ماينس بعض طلعت 12. السي ده اختصار ايه؟ كربون الفحم. الاتوميك نمبر اللي تحت، نمبر اوف بروتون هو ماس نمبر اللي فوق، نمبر اوف نيوترون بعملهم ماينس. كلورين سي ال كلورين اتوميك نمبر اللي تحت، نمبر بروتون برضو اللي تحت، ماس نمبر اللي فوق 35. طب نمبر اوف نيوترون بعمل دول ماينس بعض يطلع 18. هنا بقى ما طلعوش التلاتة زي بعض، يعني في اللي فاتوا الاتوميك نمبر والبروتون والنيوترون على الحظ طلع زيهم 12 12 12 20 20 20، لكن هنا 17 17 18. يبقى مش شرط يطلع زيهم، لان بتعمل علامة الماينس وتشوف يطلع كام، متاخدهاش عمياني. زي الصوديوم برضو كده يطلع مختلف، الاتوميك نمبر اللي تحت 11 والبروتون 11، ماس نمبر اللي فوق 23، عملهم ماينس بعض يطلع 12. فيهم حاجة دي؟ حاول بقى ايه تحفظ الرموز، واول 20 تحفظهم بارقامهم يا ريت، عشان هيسهل معاك العملية فيما بعد. ونحاول تتمرن تطلع اتوميك نمبر وبروتون وماس نمبر ونمبر اوف نيوترون، وتحط معاهم كمان الالكترون، والالكترون هيبقى نفس عدد البروتون نفس عدد الاتوميك نمبر اللي تحت. ماشي، اتمرن عليهم كده وتبقى العملية سهلة. وهتحفظ بس ماس نمبر يعني ايه واتوميك نمبر يعني ايه وتعريف الاتوم، تلات تعريفات، وتحفظ الرموز والارقام بتاعتهم. فيهم حاجة؟ ولحد هنا يبقى انتهينا النهارده، وان شاء الله نلقاكم في درس اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.